السلام عليكم. هي لحظات جد أليمة عاشها سكان بلدية بلولادي بولاية سيدي بلعباس، حيث بدأ كل شيء بحفل زفاف الشاب محمد صديق ذو 29 ربيعا، يعمل كسائق سيارة أجرة بذات الولاية. يشهد له الكل بطيبته وأخلاقه العالية. زفت إليه عروسه يوم الخميس وسط فرحة الأهل والأحباب، وانطلق في المساء إلى بلدية بوحنيفية لقضاء ليلة العمر هناك، ولم يكن يعلم أي أحد أنها الليلة الأخيرة. في يوم الجمعة الكل ينتظر محمد وعروستها ليبارك لهما، وتهاطلت الاتصالات على الهاتف ولكن لا أحد يرد. قام أهل محمد بالذهاب إلى الشقة التي قام باستئجارها من أحد الخواص، وبعد محاولات عديدة لطرق الباب تم كسرها واكتشاف الكارثة. العريس وعروسته جثث هامدة وروائح الغاز تنبعث من كل مكان. نعم إنها ليلة العمر، ولكنها الليلة الأخيرة في حياتهما، حيث ستشيع جنازتهما اليوم السبت. رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناتها. إنا لله وإنا إليه راجعون.